المعجزة القرآنية الموهومة. أحيانا كثيرة نحن نقدم صورة الإعجاز القرآني بصورة خطأ، وهذه الصورة قد تتسم أحيانا حتى بالسذاجة بما يفتح الباب للخصم للمخالف أو للسائل أن يشكك فيما نتحدث فيه في أمر الإعجاز. الصورة الإعجازية الساذجة للقرآن هي قولنا القرآن كتاب المعجز بهذه الصورة المختصرة. الكتاب لا يمكن الإنسان أن يأتي بكتاب مثله، وهذا التفسير، هذا التفسير المختصر والمختزل يفتح بابا للمخالف أن يقول الكتاب قرآن لرجل بليغ، القرآن كتاب لرجل بليغ. نحن في هذه المحاضرة سنعدل الصورة. كتبت على جوجل، في هل هناك أحد من الشام هنا؟ اللي كتبته كصورة مقلوبة طلع لي أكلة مقلوبة في الجوجل يعني. فنريد أن نعدل الصورة، أن نفهم عندما نقول القرآن كتاب المعجز بهذا الاختصار المخل كتاب، وسندرك بعد ذلك ما معنى الاختزال هنا. سيفتح الباب، والله يا الشعار سونيتات شكسبير أيضا نادرة في زمانها، ومن الممكن أن نقول أيضا هي معجزة بهذه الصورة. كل زمن فيه إنتاج أدبي نادر، والقرآن من إنتاج هذا العصر، من إنتاج القرن السابع الميلادي، وبالتالي نقول هو نادرة لغوية، هو شيء مبهر لغوي، لكن لا نقول معجزة لغوية. سبب هذا الرد هو أننا لم نحسن تقديم الصورة الحقيقية لإعجاز القرآن البلاغي. حيثيات المعجزة لابد أن ندرك ونتعامل مع الموضوع بإدراك الحيثيات. طبعا كلمة حيثية لغة فيها إشكال يعني، لكن تستعمل عند القانونيين يعني. القرآن تحدي الإنس والجن. القرآن نزل، التحدي مر بمراتب، التحدي القرآني مر بمراتب، فلم يأتي بصورة ساذجة كما نعرفها، هات قرآن يوازي القرآن فصاحة وانتهى التحدي. الأمر أكبر من ذلك، الأمر بدأ بمثل القرآن، طلب من غير المسلمين، من أقحاح العرب أهل البلاغة أهل اللسان الذين يتكلمون العربية على السجية، طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي إذن بدأ بمثل هذا القرآن، ثم طلب شيء آخر، طلبت 10 سور، طلبت أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طلب مثل القرآن ثم 10 سور مفتريات، درجة ثانية. لاحظ القرآن يقول مفتريات. بعض الأئمة منهم الشيخ العلامة طاهر بن عاشور إمام المغرب الإسلامي في زمانه صاحب التحرير والتنوير يقول مفتريات دالة أن الإعجاز هنا إعجاز الشكل القرآني وليس إعجاز المضمون. المتحدى به هو البلاغة، القالب اللغوي، ولذلك قيل 10 سور إيه؟ مفتريات، لا يطلب مطابقة في أمر العقائد وأمر ذلك، إنما هي مفتريات، هاتوا هذا القالب اللغوي 10 سور مثل القرآن. ثم طلبت سورة واحدة، ثم طلبت سورة واحدة، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، مرة أخرى إن كنتم صادقين. نازلت من 10 سور إلى سورة مثله، ثم سورة واحدة من مثل القرآن. لاحظ النزول هنا، مثل القرآن 10 سور مفتريات، سورة مثل القرآن، سورة من مثل القرآن، سورة فيها أدنى ملابسة ومشابهة لسورة واحدة من القرآن. إذا التحدي يا إخواني ليس هو تحدي بالقرآن، كل قرآن لا يطلب ممن يتحدى بالقرآن أن يأتي بكتاب كامل فيه العقائد والشرائع والغيبيات وقصص الأنبياء، سورة واحدة مثل القرآن.
توافقه تطابقه في مستوى بلاغته. الآن هناك من يأتي فيقول: ما الدليل على أن القرآن أن الناس لم يستجيبوا للتحدي القرآني؟ قد يكون القرآن تحدى لكن لم ينقل لنا استجابة أهل الكتاب. نقول لهم: القرآن باتفاقنا واتفاقكم واتفاق المستشرقين يمثل خبرا من أخبار السيرة، حتى عامة المتشددين والمتنطعين من المستشرقين الطاعنين في السنة يقولون القرآن أيضا من الممكن أن يتخذ دليلا يستهدى به في معرفة أخبار عصر النبوة. والقرآن عندما تقرأه ستجد أنه وهو يخاطب الكفار في أمر القرآن وإعجازه يعرض صور الحوار في الزمن في ذاك العصر، ويعرض أن القرآن كان يستحثهم ويستفزهم ويصر على هذا الأمر. وهذا يدل، تكرر هذا الاستفزاز دال على أن القوم ما لبوا المطلوب، فلو أنهم لبوا المطلوب لا رد عليهم القرآن في بيان أن ما جاءوا به لا يفي بالغرض. فإذا كان القرآن يقولهم هاتوا 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 فذاك دليل على أنهم لم يقدموا شيئا. لاحظ أن القرآن يقول: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه قل فإن افتريته فعلي إجرامي، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. القرآن ينقل تاريخ التحدي، القرآن يجعلنا نعيش عصر الخصومة بين القرآن ومخالفيه في باب الإعجاز البلاغي. وهذا يؤكد أن عندما لم ينقل استجابتهم للتحدي أنهم لم يوفقوا إلى تقديم شيء، فلو قدموا شيئا للزم أن نجد في القرآن ما يدل على أنه قد وجدت استجابة، وأن هذه الاستجابة لا تفي بالغرض المطلوب في باب إعجاز القرآن. قد يقول إنسان: طيب صحيح القرآن تحداهم، لكن جاء رجل في القرن السابع إلى قومه من أهل البلاغة واللسان فقال لهم: ولا واحد منكم يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، لكنهم استخفوا هذا الأمر ولم يعني لم يروا فيه أمرا يعني يستحثهم على أن يتقدموا للمناظرة. لاحظوا أن من شروط الإعجاز التي وضعها العلماء في باب المعجزة بما يتحدى به، لأنه فيه جدل طويل في قضية المعجزة يعني هل يشترط التحدي أم لا. من اشترط التحدي قال: لابد أن يكون التحدي بما يستحث الناس أن يستجيبوا لهذا التحدي. يعني أنت ممكن تتحدى ناس والناس تستخف بهذا الأمر ولا يستجيب أحد، فلا يدل ذلك على أن ما تأتي به معجزة. لابد أن يكون التحدي مستفزا للناس. التحدي القرآني، هنا كلمة جميلة قالها الشيخ عبد الأدراس في كتابه العظيم الذي لابد أن يقرأه كل إنسان في رأيي، يعني كتاب النبأ العظيم. أنا كنت قرأته منذ أكثر من 20 سنة، فلما قرأته عجبت أنه لم أن الكتاب يعني لم تصل شهرته إلى الاستفاضة بين الناس. وأعتقد أن الشيخ أحمد السيد حفظه الله هو يعني من أحيا هذا الكتاب بين شباب الأمة، كتاب من روائع البيان وروائع السجال في تاريخنا الإسلامي. القرآن يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الإمام عبد الله الدراز يقول: هنا القرآن سواهم بالأحجار، هددهم بالنار وسواهم بالأحجار، قال لهم: إن لم تستجيبوا فأنتم ستكونون كحطب جهنم، سواهم بالنار، ستكونوا وقودا كوقود النار. وسواهم بالأحجار عندما قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هددهم بالنار أنهم سيدخلوا النار، وسواهم بالأحجار. قمة التحدي، هناك استحثاث واستفزاز. والقرآن دخل مع ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وجماعته دخل مع
الأهل الشرك في خصومة واسعة، فقاطعوه وقاطعوا صحبه واضطروه إلى مضائق المحنة، وكانوا يودون أن يبذل لهم له كل مالهم ويتوقف عن هذه الدعوة إلى التوحيد وترك الأوثان والأصنام. فلو وجدوا أي طريق إلى كتم الدعوة وإخماد صوتها لفعلوا، وقد فعلوا، فقد عذبوا أصحابه ويعني ودخلوا معهم في حروب، دخلوا إلى مرحلة الدم. مرحلة الدماء هي آخر مرحلة من مراحل الخصوم، بعد مرحلة الحصار الاقتصادي والحصار الأسري والتشويه والتشهير وصلوا إلى مرحلة القتال. مع ذلك ما استجابوا للتحدي، رغم أن التحدي قد استفزهم في أعز ما عندهم، وهو أمر البلاغة. يعني الشعر العربي والخطابة كان من أهم خصائص ومفاخر العرب في ذاك الزمان، فالقرآن تحدهم في أعظم ما يملكون وفي أعظم خصائصهم، وهددهم بالنار وسواهم بالأحجار وقال لهم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو تمالأتم ولو استعنتم بالجن والإنس. فحصل الاستفزاز في أقصى مداه، ومع ذلك ما سمعنا لأهل مكة استجابة، وفيهم الشعراء وفيهم الخطباء.